بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا ثامن؟ سنقوم اليوم بعد انهاء الوحدة الأولى من كتاب المهارات، سنقوم بأخذ أول درس من كتاب القواعد، وهو بعنوان الجملة الفعلية، ولكن سنقوم بمراجعة سريعة لمعنى الجملة وأنواع الجملة واستذكار الجملة الاسمية أيضا للتفريق بينهما. الجملة يا ثامن هي القول المفيد الذي يتم به المعنى. إذا الجملة من خلال كلامنا أو تحدثنا نلاحظ إيش يعني الجملة اللي بنحكيها، هي القول المفيد الذي يتم به المعنى. إذا الجملة هي القول المفيد الذي يتم به المعنى. طبعا من دون القول من لا نستطيع أن نوصل المعنى الذي نريده، والجملة هي القول المفيد الذي يتم به المعنى، وهي قسمان. القسم الأول الجملة الإسمية. من يتذكر يا طالب العزيز ما معنى الجملة الإسمية؟ هي كل جملة تبدأ باسم، وهي تتكون من ماذا؟ مبتدأ وخبر. يعني هذه هي الجملة الإسمية، كل جملة تبدأ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر. وإعرابها كما نعرف يكون مبتدأ مرفوع بالضمة وخبر مرفوع بالضمة. مثلا نقول الطالب مجتهد، هنا الطالب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، ومجتهد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذه هي الجملة الإسمية التي تبدأ باسم. وكما نعرف يا ثامن الاسم هو الذي يقبل، شو علامات الاسم؟ ما هي علامات الاسم؟ يقبل للتعريف ويقبل التنوين. نقول طالب قبل التعريف، ونقول الطالب قبل للتعريف عفوا، وطالب قبل التنوين. الآن ننطلق إلى الجملة الفعلية يا ثامن. الجملة الفعلية هي كل جملة تبدأ بفعل، يعني عكس الجملة الإسمية. الجملة الإسمية كل جملة تبدأ باسم، نرى الاسم في البداية نقول جملة إسمية. أما الجملة الفعلية فهي التي تبدأ بفعل، يعني أول كلمة في الجملة الفعلية هي تكون فعل وليس اسم. إذا يا ثامن الجملة الفعلية هي كل جملة تبدأ بفعل. كما عرفنا سابقا الفعل نوعان، فعل مبني للمعلوم وفعل مبني للمجهول. ما معنى فعل مبني للمعلوم؟ أي الفاعل الذي قام بالفعل يكون موجود في الجملة، يعني الفاعل يكون معلوم ظاهر. نقول شرب الطفل الحليب، من الذي شرب الحليب؟ الطفل. من الذي قام بعملية الشرب؟ الطفل. إذا الفاعل موجود، لذلك نطلق على هذا الفعل فعل مبني للمعلوم، أي فاعله معلوم. أما الفعل المبني للمجهول فهو الجملة التي تتكون من فعل ولكن فاعله ليس معروفا، بل يأتي المفعول به ويحل مكانه، لذلك نقول فعل مبني للمجهول، أي فاعله مجهول. فلنرى الفعل هو في اللغة العربية يطلق عليه أيضا مسند. الفعل مسند والفاعل مسند إليه، سنتعرف على هذا
اللفظ الجديد يا ثامن، الفعل اسمه مسند والفاعل مسند إليه. أي ما معنى مسند؟ أي يسنده فاعل هو الذي يقوم به. أما المسند إليه أي يرتد إلى هذا الفاعل الفعل الذي يقوم به. إذن الفعل نسميه مسند والفاعل نسميه مسند إليه. كما عرفنا يا ثامن، الجملة الفعلية كل جملة تبدأ بفعل، والفعل نوعان: فعل مبني للمعلوم فاعله معلوم، وفعل مبني للمجهول فاعله مخفي مجهول. بل قام المفعول به مكانه وحل مكانه، أي ناب المفعول به عن الفاعل وأخذ حركته. نقول: قتل الجندي العدو. قتل فعل ماض مبني، فعل ماض مبني على الفتح. هنا الجملة كونها بدأت بفعل إذن هي جملة فعلية، جملة فعلية. من الذي قتل العدو؟ الجندي. الموقع الإعرابي للإسم الذي نسأل عنه بمن؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كون عندنا الفاعل يا تامن موجود، إذن هنا نقول فعل مبني للمعلوم. لماذا؟ لأن الفاعل معلوم. ماذا قتل الجندي؟ العدو. الاسم الذي نسأل عنه بماذا يكون مفعول به؟ منصوب بالفتحة. إذن هذه جملة فعلية بدأت بفعل ماض مبني على الفتح، والفاعل هنا معلوم، الجندي فاعل مرفوع بالضمة، والمفعول به أيضا منصوب بالفتحة. إذن هنا هذا الفعل مبني للمعلوم. الفعل هنا مسند، الفعل اسمه مسند والفاعل مسند إليه. إذن الفعل مسند والفاعل مسند إليه، عكس المبتدأ والخبر كما مر بنا في الصف السابق، أن المبتدأ مسند إليه والخبر مسند. نميز يا تامن، المبتدأ مسند إليه والخبر مسند. أما الفعل فهو معاكس للمبتدأ والخبر، الفعل مسند والفاعل مسند إليه. الفعل مبني للمجهول. هنا الجملة الأولى حكينا مبني للمعلوم لأن فاعله ظاهر معلوم. أما عندما نخفي الفاعل، قتل الجندي العدو، نخفي الفاعل قتل العدو، ولكن نصيغ بعض الحركات على الفعل الماضي يصبح قتل العدو. قتل العدو أول علامة أنه مبني للمجهول، ضم الحرف الأول وكسر ما قبل الآخر، ضم الحرف الأول وكسر ما قبل الآخر. قتل تصبح مبني للمجهول، قتل كسر كسر، بحث بحث. هنا قتل فعل ماض مبني للمجهول، أما الفاعل أخفيناه مش ظاهر مش معلوم مجهول، أتى محله ماذا؟ المفعول به، ناب مكان الفاعل وأخذ حركته، وأخذ حركته زي ما إحنا ملاحظين إنه المفعول به منصوب بالفتحة. هنا أحل مكان الفاعل وأخذ حركته، عشان هيك نحكي عنه نائب فاعل مرفوع بالضمة. وأيضا الفعل الماضي المبني المجهول يعد مسند، مسند نطلق عليه مسند، أما نائب الفاعل مسند إليه. إذن الفعل سواء مبني للمعلوم أو مبني للمجهول نقول عنه مسند، والفاعل أو نائب الفاعل مسند إليه. هذه هي الجملة الفعلية، هذه هي الجملة الفعلية، هي كل جملة تبدأ بفعل، سواء فعل مبني للمعلوم أي فاعله ظاهر، أو مبني للمجهول أي فاعله مجهول وناب مكانه المفعول به وأخذ حركته. درس الولد الدرس درس الدرس، زرع الفلاح الحقل زرع الحقل. شرط الفعل المبني للمجهول ضم الحرف الأول وكسر ما قبل الآخر يا ثامن. هكذا أخذنا نوعي الجمل، وهي الجملة الإسمية والجملة الفعلية. وفقكم الله ورعاكم.